السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ليسنز شير. في الفيديو ده هنتكلم على عملية السمع ازاي بتتم. اي صوت بينتج موجات صوتية، الموجات الصوتية دي بتقدر تستقبلها الاذن. بتبتدي الموجات الصوتية تدخل في قناة الاذن عشان بعد كده تصطدم بطبلة الاذن الرقيقة جدا والحساسة جدا لاي موجات صوتية. اهتزاز طبلة الاذن بيبتدي بعد كده يأثر في ثلاث عظمات بعدها. الثلاث عظمات دول ماليوس وانكس وستابس، يبتدوا يعملوا كمكبر للاهتزازات دي وينقلوها لقوقعة الأذن أو الكوكيليا. قوقعة الأذن أو الكوكيليا، الاصطدامات أو الاهتزازات اللي بتسببها الثلاث عظمات دي حاجة بالظبط زي كأنك جبت حجر ورميته في المية فبتدي يعمل أمواج. الأمواج دي بتتأثر بها شعيرات دقيقة جدا داخل القوقعة، بتتسبب إن الشعيرات دي بتبتدي تهتز مع الأمواج دي، والاهتزازات دي تبتدي تكون بعد كده موجات كهربائية. القوقعة عبارة عن مجموعة شعيرات كبيرة، كل جزء في القوقعة بيبقى مسؤول عن الاستجابة لصوت معين أو فهم صوت معين. يعني فأول القوقعة عبارة عن الأصوات الحادة، في وسط القوقعة الأصوات الأقل حدة شوية لحد الأصوات الضخمة في نهاية القوقعة، بتلم كل الموجات الصوتية دي اللي هي حولتها بعد كده لموجات كهربائية، وعن طريق العصب السمعي ينقلها للمخ. يبتدي بعد كده المخ يستقبل كل الموجات الكهربائية دي ويبتدي يفسرها عن طريق الذاكرة السمعية اللي عندك، فيبتدي يعرف الصوت ده صوت كلب، صوت قطة، صوت موسيقى، صوت حد معين انت عارفه، وبالطريقة دي بتقدر تفهم الأصوات.